السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. أنا بخبركم من قبل 3 أيام، بعيد لكم من شيء سفرة يوم السبت، ولا برو مطريها إلا وأنا سائر المطار، والحينها أنا سائر المطار. والسفرة إلى الله يحفظكم حق مدينة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية. السفرة هاي بكبرها. شو سببها؟ وش لاجله؟ ويمنو؟ ها كله بطريه من أفضل. حيدون أنا ما أغبي عنكم شيء، وكل أموري يعني شفتوا اللي يقولك حمالي على السطح، هذا هو أنا. فلذلك إن شاء الله من أوصل المطار بخبركم بالبنت وبنت البنت. كم جيت ولأنه ضارب بالويه الحبيب هذا. صدي يا مرحبا الساحة يا الله متابعين حبيب. أقول له الحين مفروض أنك أنت حين جاي بقعك بقعتين بعيدة، فيقولون له وليين ليت لي في كل حلة صديج في كل مكان. نحن الحين صدقانك، وصدقانك ما شاء الله ما زلين السعر والوعر. مفروض أنك البارحة يكون ضويت وبت عند حد منهم، شو المشكلة؟ شو هبعز اللي قلت توا؟ السعر يعني لما وايدين ما شاء الله منتشرين. انزين، فلذلك مفروض انك تكون ضويت البارحة. شو رايك انت؟ لا كلامك صح، بس احنا كانت عندنا مباراة البارحة. ايوه ويا الصغار وربكم غلبوكم. حايد. ايه انا ما حايد. مراسل محايد. ما شاء الله عليك، الى الله يحفظك. والله اتصور ان سيرتنا بتكون عالمية وياك الحبيب. اذا الله جعلنا بالحي ان شاء الله. نحن على الله يحفظكم، بتقلع من الطيارة يمكن باقي نص ساعة إن شاء الله. بركب الطيارة ببتدي وياكم الكلام إذا الله جعلنا من الحين. الجماعة ما شاء الله جاهزين مستعدين تكون طايرة. هالقشرات كلها بوي في بطن هالطيارة، شيء يعرف وشيء ما يعرف، لهول ما لآخر. قافلة هاي كلها بوي بتنشحن في خن هالمبروكة. كل هالدنيا هاي حين يبين الطرف هذا 3%، واللي تسيد كل هذا كل بوي قشرات ما طاعت تظهر الكاميرا. ترنا عدم خلايين نحن نرمس. ابراهيم الدهلي ما شاء الله شال الطيارة فوق راسه. يا رجل اذكر الله حشرتنا، الناس بتطير بارك الله فيك. قالوا لي اني انا رماس وايد، والله ابويا يا سيل غطى على وادي، يا سيل غطى على وادي. حرام عليك يا رجال. لا عاد وايد دكتور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة شباب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هذا سيرنا واصلين الحين مطار الملكة عليا. الملكة عليا أم الأميرة هيا. الأميرة هيا منو؟ حرم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على الله يحفظه. أهل أساس من نقول سايرين عمان سايرين الأردن، ما نقول أبوي سايرين الأردن حاف، نقول سايرين أبوي عند الأنساب سايرين. على ما قالوا هالأول كون نسيب ولا تكون بن عم، فأنا حين أبوي سايرين أبوي دار الأنساب يعني الله يطول أعمارهم ويحافظهم. سعادة الدكتور يعني الله يحفظه محافظ أبوي على الترتيب، يتري اللواد بتخلص كلها وآخر واحد هو بيظهر، وأنا لازم أثقل عليها الرادار. جماعة يا الله يحفظهم هالأردن في المطار ما قصروا، استقبلونا خير استقبال، قربوا بنا، خطر عليهم شلونا فوق رؤوسهم يا الله يحفظهم. كنا متوجهين يعني بما معنى متوجهين، والوجهة له إياها يعني. لا 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 هاي نفسها هاي. الله يحفظ السفارة ما قصروا، طرشيلنا جميع السيايير والوفد والهلال الأحمر بعد طرشيلنا جماعة تستقبلنا بياض الوي. ما شيء زود برد ولا؟ والله
شو تشوف انت؟ هاي يسمونها برد الشواب. مساكم الله بالخير. الله يحفظكم. احنا اول اتجاه الحين متوجهين له موقع او مكان تجمع. المكان اللي احنا سارين له هو تجمع المخيمات العشوائية. اسم التجمع المخيمات العشوائية. يعني معنات التجمع هذا انه يعني تعال ويلس، تعال ونصب خيامك، تعال بدون يعني لا علم ولا خبر. يعني المكان اللي سارين له او الناس اللي نحن بنسير لهم الحين هاي ما لقطوا من ياويهم في مخيم، اوراقهم الثبوتيه ما بكامله، او شروط الالتحاق في المخيم مش مستوفاه، مش كامله اوراقهم، ما بزاهده. انك انت تدخل في مخيم، كل مخيم له شروط انك بتدخل فيه. المخيم مثلا مخيم الامارات شو من شروطه؟ مخيم الامارات يمتاز انه اختصاصهم الأيتام وكبار السن والأرامل والشواب والعيايز. بيخليني هذا أرمس مندر يا ولد الحلا، خليني أكمل الرمسة زين. فحين يعني الله يحفظ أيها، أنا أقول للناس أدق التفاصيل، أدق التفاصيل من طأطأ لسلام عليكم. نعم. بارك الله فيك. نعم. جزاك الله خير. حساب الحبيب يا ربي وتابعوا. أسميك وذا؟ أنا وذا. هي والله يا سلع الصراط المستقيم. اسحب كلمه وذا. لا وذا معناته الوذا الطيب. هي شو تحرنت الوذا؟ وذا كلمه جيده. شيء 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 من المط. ها واحد اثنين زين. الوذا ما بلازم يكون وذا شر، وذا رحمه، وذا شيء زين، وذا يعني وايد. ما ابوي نزلوا يتخففون، اللي يبي يتمتح واللي يبي يطرقع اظهره واللي يبي ما ادري شو يسوي يعني على هو. ولا انا ابوي أبوي على الله يبارك فيكم هذا الشارع ما تلا أيام مرة يوجفكم، مرة عنده دجلة والفرات، مرة تلا أيام مرة آخرة آخر الشارع هذا مرة وين وقف الكتش آخر الشارع يقول لك هذا آخر شيء قار، وعقب القار 2 كيلو كلهم كتش، عارف التلايا دجلة. نحن الحين مثل ما قلنا لكم سائرين حق المخيمات، الناس اللي المخيمات العشوائية اللي مالك طو مكان في المخيمات الكبيرة، اللي في المخيمات العشوائية اللي نحن الحين سايرين لهم. الحين المخيمات العشوائية هاي يكون مش تحت مظلة المخيمات الكبيرة، لذلك ما حد يعطيهم لا يجسونهم ولا يطعمونهم ولا حد نشاد عنهم. زرع الله وعلى الله، لقط له سمرة، لقط له قافة، إلى استحتى يمع له ربعتين وبليوتين وحد سوى له سناح خيم وحياب ويلسهوها له. هذا ما صار المخيم ما يبقى يكون تحت قانون المخيم، لأن كل مخيم له قوانين. زين منو يشرف على المخيمات؟ يشرف على المخيمات مثلا الهلال الأحمر ومنظمات الإنسانية الدولية. الحين نحن في سيرة نهاية سايرين يعني الله يحفظكم لمساعدة الناس اللي ما حد يساعدهم، اللي ما حد يميرهم ولا يعطوهم لا مير ولا عادات. هاي كلها جاي من هل الإحسان، هل بالصدقات اللي يصدقون يودون بيزات حق الهلال الأحمر. الحين هذا أرض الواقع، وهذا نوع من أنواع ظهور المساعدات اللي من الهلال الأحمر، يعني تغطي فئة. هاي فئة من اللي تغطيها أصدقات هل بالهلال الأحمر يعني. جزاكم الله خير. أقول تقريبا 100 موظف من الهلال الأحمر متواجدين في الأردن صبح ومساء قيض وشتاء، لا يودهم أبوي لا حر ولا برد. زين فحين الجماعة هاي دوم أبوي شاهد يحوطون على المخيمات، وأي حد أبوي قاصر إنه شيء أيه العون. ترى من 100 هاي الموظفين شيء أطباء وشيء نرس، نروس نرس مجموعات نرس يعني ما يسمونه. تشوفون هاي مثل المخيمات هاي اللي تشوفونهن، هالمخيمات ابوي ما توصلهم الاعانات الدوليه، هذا منهم مثلا ما توصلهم الاعانات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فالكم طيب فالكم طيب. انت خالدي؟ ايه بس خذ هاي ورقه الخالدي، خذ اوراق الخالدي. ايه بني خالد الله الله فيهم. ان شاء الله ان شاء الله. انت حلا حلا وحنان. انت حلا وحنان ما شاء الله عليكم. شو اسم ابوك ويدك وشو اسمهم كلهم؟
ابوك اسمه؟ خالدان. ها؟ خالدان. خالدان؟ انا تعرفين شو اسمي؟ خالد واحد. وانا اسمي خالد واحد. ما كذا تقول تبوك ما حطوا لك؟ بيحطوا لك وعينهم من جلعه، سر قول لهم خالد قال لي، هذا ابوي جاي من عند الشيوخ، من عند ابو ظبي ابوي، ابو ظبي. شو اسمه؟ الله يبوكم. لو ينعطى الواحد بدل الا الحايه. الحايه حددتهم على هالمكان فقاره. ولا يا ابوكم هاي ظاهري من خير وخضره. كان هم قلبي يعور علي، القلب ما ينسكن ما ينسكن مكانهم. سلام عليكم. هلا. وش حالك؟ يا هلا. يا مرحبا يا مرحبا. هذه عليها. هي. ايه؟ وهبيت يا رتش؟ ايه؟ هي نعم. عنده اولادين. هي نعم. ايه وزلمته. يعني لا بصمة عين، الله يساعدها. اللهم لك. ما علينا نصور بيتك من داخل؟ صورة. لا ترخص منك. لازم نستاذن. لا عاد. جزاك الله خير، جزاك الله خير. والله ياجركم على هو كل البيت؟ هذا مطبخ. وهذا قطيع. هذا المطبخ وهنا الحمام. ما شاء الله ما شاء الله. وعلي عنكم. لا حول ولا قوة. ارحم من يرحمكم يا ابوي. اللهم لك الحمد. الحين بحاجة مساعدة. بيعطونها ابوي، جايين ابوي من الامارات، هني مخصوص ابوي. مخصوص حق يساعدونكم. تهيا حويملي؟ حويملي على الله يرزقك ان شاء الله الذرية، وش تبين بالحمال والربا وانت روحك في حالة عمرك؟ الله ما هذا بارد؟ أنا اي والله بارد. كله وي بارد؟ اي والله. والسبوح ايش قايل؟ السبوح اسقر من هيك ما صبر. الجرة تو خلصت وما عندي بدل. فالت طيب بتيت الجرة و20 جرة فوقها. ما يا نبوي من الامارات الا مخصوص. يطول بعمار الشيوخ، يطول بعمر ان شاء الله المحسنين واللي ما يقصرون ان شاء الله. من رجل لرجل. امين يا رب العالمين. ويا جركم ان شاء الله ماجورين ماجورين العالم كلهم ابوي. ها كل هالعالم ابوي هاللي جاي كل خدمتكم وجايين ابوي يدون فرض. انت ابوي خدمتكم فرض. الله خير. على الله يعطيكم. يعني مو كل الساعة. أنا مساعة جيتها ورحت وما رحت مغشر ما شفت أحد غير لون هالعالم. إذا ترانا هناكم اليوم حياكم. متواجدين حياكم الله. جزاكم الله ألف خير. صفوة هالإمارات جزاكم. وإن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بيسخر لكم الأرض ومن عليها إن شاء الله. ما عليكم باس. ولا تنسونا من صالح الدعاء. والله ندعي خصي الامارات اول بادي تخصي الامارات. شيخ خليفه واخوانه وعياله على قناه بدايه عنده بنت دفنه ابو ان شاء الله ووفقك ويخلي عويلك. امين ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله تنسين بخير وسهاله يرزقك الذريه. شو تبين وليد لو بنيه؟ وليد لو بنيه؟ بنيه بعد بنيه. زيدين الهرموز ملح البلاد ابوي منزوره جميع البنات يبي ريايين يدافعون عن البلاد. ابني خالد. انا خالد الخالد. نعم نعم الله يحفظك. وعلى هالموال يعلى الله ياجرهم هالبالهلال الاحمر. وعلى بين فتره والثانيه طرشوا جميع المواتر ابويا وجسمت اللي الله كاتب لنا. اسمك انت؟ محمد. شو محمد؟ ها؟ شو محمد؟ شو اسم ابوك؟ ابوي محمود. ونعم وانت ايش جايب انك؟ انا ما ارمس وياك من زعلين. لا ها صبر عق ما بعيد المقطع. انزين انت تحب هالامارات ولا ما تحبهم؟ احبهم. قول الله يطول. الله يطول عمرهم او عمر ان شاء الله والديك. ها عاد هني توزيع الطرود. طرود شي فيهن دفايات وشي فيهن اللي الله كاتبن وبهانس وهبات ريح للي عادي يتعال. ما تروم تصير داعس ويا الحريم هناك ويا العيايز هاي اللي هناك يبوا لها سامانها لين بيتها لين مكانها. فالله تشرب البلا عنها. وحتى عيايد لكم فيهم قوم ما شاء الله قوم العفاريت هاي لكن هناك يرومن يشلن ويحطن شيء من الحريم. ما يرومن ما يرومن يوصلن ثم في بيوتن مثل متعففين يعني عباد. يا ربي يا عيش يا عيش يا الله يا رب يا الله يا رب تصبرهم على بلواهم. اقول لكم الحاله تعبانه عندهم. الله يبوك لما الله راح بينهم بهالهلال الاحمر ولا كان يبوك استوى تعلو. الله انها مصيبه قلبي يعور. الله يرحم من يرحمهم مساكين. يبوك شغلتهم شغله يبالهم ترتيب يبالهم صدع ديان. مشكله تحيل الترتيب بالرغم من مسويهم باوراق وكل شيء يا غير خير عن الضويل هذا لا بد ولا عذر ولا مسويين دفايات برانيس وثياب ما خلوا شيء ما شاء الله تبارك الرحمن.
الطياره اللي احنا جاي خلنا هذاك ممزور كل سامان من غير اللي من قبل جاي، طياير تنشل، المحامل تنشل، البواخر تنشل. صور حبلت بس صور صور بس صور بس ان شاء الله حبيبي حبي يعطونك. هاي مال الهلال الاحمر. شو اسمك انت ابويا؟ يا رب انت الحين مجيم هني في البلاد هاي؟ ماجور 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 ان شاء الله. يعلى الله ياجر كم لك من لجا. انت ابوي سيد الجنه رويسي، لا حساب ولا عقاب. ها بيسلمونك. عيزتهم تعال ان شاء الله حبيبي ان شاء الله ان شاء الله هناك ان شاء الله ان شاء الله. فارس طيب فارس طيب الحين كل شيء بيجي مايا سيارة كل بيجي كل بيوصل كل بيجي جسمه الله ان شاء الله من عيننا ابوي. ما جينا من هناك الا محمد اللي ممريب بالشيوخ كل بيتجسم لكم كل بيتجسم عليكم كل ابوي ما بيتم شيء. اقول لكم نحن الحين سايرين المستشفى الميداني، المستشفى الميداني اللي انشاته دولة الامارات اللي هم الهلال الاحمر. تمرية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه وحضوره بعد هو اللي مفتتحنا. شو التحرر المعازيبي على الله يطول بعمارهم اول ما يستوي افتتح اي شيء في الدنيا العوده شيء خيري هم اللي حضرون يفتتحون لو ان شاء الله يكون في اخر الدنيا. المستشفى الميداني هذا المستشفى الميداني جميع الكادر اللي يشتغل فيه كلهم ابوي جايين من الامارات كلهم اللي يشتغلون في المستشفى. الدكاتره اللي يشتغلون في المستشفى كلهم ابوي من الامارات كلهم ابوي من الامارات الدكاتره. انزين ومجندين شو انا بخبركم حاطين ابوي جميع المتطوعين. المتطوعين من وين؟ منهم وفيهم من ابتدى وليه يعود الذي يجمعوا السوريين كلهم عطوهم معاشات قالوا لهم خدموا ربعكم. صاحي يخدم اللي هب صاحي اللي بريلين يمشي يخدم ابوي اللي عنده ريل وحده واللي بعينين يخدم بوعين والدنيا مطرجه. انزين وبالنسبه للي يشتغلون في المستشفى هايل يعني شوف يعني شيء منهم حتى هل بالنظافة منهم وفيهم منهم وفيهم منهم وفيهم ولهم معاشات تيري معاشات كاش ابوي يقبضون حتى يشتغلوا حق عمارهم يعطوهم معاشات. احنا الحين ترى على وجه وصول الحين هذا وجه الوصول قلت لكم هذا المستشفى. ها المستشفى الله يحفظكم يعالج الاردنيين والسوريين كلهم واحد ما شيء تفرقه بعد وقت المرض حد يفرج ما شيء بعد مريض بعد المريض يطالعون يشوف جنسيتك يعني السوري بيمرض غير والاردني غير اللي محتاج علاج عالجوه جزاهم الله خير. هذا المستشفى بزم وهذا الطواري وهذا العلم وهذا الخبر ها جميع الدنيا فيه مستشفى يسمونه المستشفى الميداني مستشفى الميداني اللي افتتح المستشفى الميداني سمو الشيخ حمدان بن زايد على الله يطول بعمره. انت تتابع بعد؟ اتابعك دائما حتى انت في الهلال الاحمر ما فيك حيله مقواك مقواك مقواك. اقول لك كم لكم انتم هنا في الاردن؟ والله صار لي الحين تقريبا 5 اشهر ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. مبسوطين في البلاد؟ مره الامور طيبه الحمد لله. لك الحمد. ماجورين ان شاء الله والله ياجركم. الناس ابوي تتمنى الخدمه هاي كملكم انتم اللجر الدنيا والدين انتم بتصيرون الجنه رويسي لا حساب ولا عقاب. نعالجهم خاصه الامراض المستعصيه مثل العياذ بالله السرطان القلب العمليات المحتاجه الى اداره. طبعا عندنا عمليات صغرى لكن عمليات كبرى لا مش مسموح لنا لان المستشفى ميداني والمستشفى الميداني مثل ما تعرفون غير مصرح له انه يفتح غرفه عمليات كامله مع تخفي حالات العمليات الكبرى اوقات تصير حاله وفيات واحنا ما مسموح لنا من هالشيء. الله يطول عمر شيوخنا ما قصروا جزاهم الله خير وبان نخدم جميع الشرائح. وبما ان الحين نحن الان في عام الخير مثل ما تعرفون وحسب توجيهات سيدي صاحب السمو اخوانه وكذلك فقايمين بالواجب ان شاء الله وان شاء الله ان نكون عند حسن الظن. الله ياجركم الله ياجركم ماجورين ماجورين. وشيء قسم بعد للمرابي وشيء قسم حق التوليد وشيء قسم حق مراجعات الحمل وشيء قسم حق العيون وحق الضروس. تعال نشوف ان اللي هناك البطره كل وحده تسوي فلتر. شوف اللوادم كيف عايشه يا ربي الله اكبر عليك. انت هناك مسويات المنك في مصيبة الغير هانت عليها مصيبته. ليتكم اللي تشوفون العالم هنا كيف عايشة حالتهم ما يعلمها إلا الله.
وانتم هناك تلعبون في النعمه لعبه. الامور هاي كيف استوت؟ كيف وصلوا الى هالمواصيل؟ حد منهم يعني وصلوا من هالمواصيل اللي ما يلتف ورا قيادته ولا ورا حكومته ولا يصورت حاله هالوادم؟ شو السبب؟ كل القلاقل والفتن وظهر منها وما بطن. هاي ابوي اللي يقبض القلاقل والفتن ويسمع القال. نحن امورنا متيسره اللهم لك الحمد يا غير، ودك انه ما حد ينقاد وراء القال والقيل والرمسات الفارطه اللي ما لها معنى. شوفوا في كل مكان لهم فعل خير، في كل مكان شيوخنا. هاي من فعل الخير للشيخ حميد بن راشد نعيم. كل انسان يسوي خير رب العالمين يطرح البركه في ذريته وعياله. هب لازم يكون شيء وايد، ترى قطره على قطره يظل غدير. وين ما تصير اي مكان في العالم في الدنيا العود كلها، اي مكان تصير تلقى طبويه فعل الخير. الاماراتي متواجد في كل مكان في العالم. كل هذا في حب الله، هذا كله في حب الله، كل الوجه الله سبحانه وتعالى. شو يتريون؟ لا لهم لا عم ولا خال في هالبلد. كل نوع من انواع الاعواق لهم مدخل ولهم مخرج ولهم عيادات داخليه وخارجيه ويعالجونهم. شو القسم هذا خاص للطوارئ، شوف النظافه، شوف المكان وكل المعدات اللي بتلقطونهن في مستشفى كليفلند ومستشفى شوف الفراش مش كان نظيف. حلي الصغير. كانت ارتفاعات خفيفه. طبعا بعد القبول العلاج مع السيرومات طبعا تحسن كثير الطفل مع تبخيرات اكسجين طبعا مع تماما. الحمد لله. حياه مستقر. الحمد لله. يعني غالبا بدنا نخرج اليوم بس حس يعني مشان نطمئن اكثر لبكره غالبا. يعني الوضع بشكل عام كان اسهل من ذلك. طبعا هاي الحالة اسمها التهاب قصيبات شعرية. التهاب قصيبات شعرية ان شاء الله الحين بخير يعني مستقر. جزاك الله ماجورين ان شاء الله. وكل الحاضنات والمعدات اللي توجد في كليفلند ومستشفى خليفة بن زايد الله يطول بعمره نفسه موجودات في المستشفى الميداني. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف انت؟ يا الله يعطيك العافية وطولة العمر ويخليك ان شاء الله. نبات تدعين ابوي الحكام الامارات والشعب الامارات وحل الخليج والمسلمين اجمعين. جزاك الله خير، الله يرحم والديك. الذكر بنت مبارك ام محمد الشيخه فاطمه. الشيخه فاطمه الله يطول بعمرها. الله يطول بعمرها. امين ان شاء الله ويرحم والديك مشكوره. المراره حينه؟ المراره تنشال لمح البصر. ابدا مصاري. بيعطونك المايين احنا هني ابوي اللي مشللين بالمصاري الكم ولغيركم. الله ان شاء الله من حيث لا تحتسبين. وان شاء الله الامور طيبه وبتغدي من حسن الى احسن. هاب كلهم ابوي هاي جايين ابوي فعل الخير. الله يوفقك. ولا تظنين ان هالبيوه الطيبه جايه على الفاضي، جاي ابوي لاجل فعل الخير. حقك وحق غيرك. والله ما قصرت. اللهم لك الحمد. كل اللي اطلب منك انك تدعي لهم. تدعين حق الامارات حكومه وشعبا. اي والله. بان الله يكافيهم الشر. ان شاء الله عن الشعب السوري عن امه محمد كل ضلال وكل كل شيء مبزين. وانه يصبركم وياجركم ويردكم بلادكم ان شاء الله. بلادكم وتكون بلادكم بخير. وان شاء الله الله يكافيكم شر المغرضين وهالهلب الدسايس والفتن. دكتور لا تصيرون عني جايينكم حصلان بندحك دقيقه. ها وينه؟ بعيد يا ربي وين اللي صبي عياله؟ اقولكم سمعتوا به البرد اللي ما شيء كثرة؟ يا ربي اللي ردنها بحد يقولكم بالبرد خفيف. هي والله من اسبوعي يعني سمت يمدات برد؟ قالوا برد لك ما توقعت لهالدرجة. هاي اللي يقولون عن الظني برد لبطين ترى موجود في الارد. وعليهم كلهم يتريون يحليلهم يلومي فيهم يلوم. عادة محمد الفهيم حي يد حياة النجم، يد حياة النجم يعلى الله يغفر له. تلعبي خروفه كام عن حياة يدك. ظهرنا يعلى الله يحفظكم من زيارة المستشفى الميداني ومتوجهين اظني عين الماء البلاد بيكون. الدكتور وين بنسير؟ قال بنسير جدا خيام بعد بيوزعون عليهم معونه.
هالخيام اللي مش تبع المخيم الإماراتي، لا مخيمات روح عشوائية. شفتوا المخيمات اللي ناهم قبل شوية العشوائية شراتن، غير هايل في البر من داخل مهزين إلا برهم يا أبوكم. أظني هذا موسم الفقع عندهم زبيدي. إن شاء الله لقيت بشتري، شو بسوي؟ وما لقيت لا حول ولا قوة، يا رب بشتري حق عمري، حتى أدوني خلاف حق عمري بشتري. شوف الله عليك عيشة، هاي يقولون عنها عيشة الضنكة، هاي عيشة الضنكة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحم من يرحمهم. السلام عليكم، وش حالكم؟ يا مرحبا يا مرحبا، هلا حياك الله، كيف انتي؟ راونا واحد من الخيام، بارك الله فيكم. هود هود اهل البيت تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، على الله يزيدكم ويعطيكم. السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ يا ربي انت ما بعيوز، انت بعد تسوي الهوا بادي؟ لا والله لا لا، اسم الله عليك، بهالنانه رقم واحد، بندور لك ريل من ابو ظبي. كان ما عندك ريل، تريلك؟ افتك 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 من هالغربال. اللهم لك الله، ان شاء الله تلقطي في الجنه خير عنه، ان شاء الله خير عنه. الله يسلمك، ان شاء الله اذا الله راد. تبي انا خير عنه ولا تبينه هو؟ لا والله اريد خياره بالجنه والزينه له. اي ان شاء الله انت حبي يجي تبو يرد عبد يبو يا يجيب ابوي يجيب، بارك الله فيك. اسمك عيد انت؟ والله عيد. الله يرزقك ان شاء الله الذريه الصالح من الري الجديد. انا الله يطول بعمار الشيوخ ان شاء الله، ويطول بعمر حمدان بن زايد، ويخلي الحكومه كامله حكومه وشعبا من السلع ليل لفجيره. الله يطرح فيك البركه، وسامحونا من القصور. هذا ابوي ان شاء الله كل ما تحصل فرصه والله ما عندك العافيه. الله يسلمك. بعدك في ذمك ما عندك رايل؟ وهزين كل بلاي رايل. اي والله والله رمى الله يخيه. الله يعطيك العافيه. الله طالعك سر، خذ منك سر، يلا سر 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 هناك ربع سر قبل ما يفوت. يعني الله ياجركم ان شاء الله، ويصبركم على بلواكم، يفتش حيركم حيرتكم وحيره كل مسلم يا رب العالمين. سر يا فهد خذ حصك. اي هانته سر هناك. هلا هلا حبيبي، هلا خشمك. يا فهد سر خذ. وين بخذها؟ ما قصي فهد. الله الله في قصي فهد. عيال منو هاي؟ عيالك؟ عيال ولد. عيال ولد؟ اي والله. رانا لا لا. نصر محمد حج محمد. نصر نصر وين نصر؟ هذا نصر. يا ربي يوم بي المطر شو حالتهم هاي؟ شو حالتهم؟ شو حالتهم؟ شو حال ابوه؟ حتى ولا اللي طالعين كشته هاي حياتهم، كشته حرام ينها ما تكون هاي حياتهم. يا الله يا رب تكون في عونهم وترد لهم بلادهم ان شاء الله سالمين غانمين، ترد بلادهم لهم وتردهم بلادهم. وين هل هالخيمه هاي؟ هل الخيمه هاي وين؟ ها؟ خليها تي خليها تي، حطوا سامانها ابوي قربها. حبيبي وجب يصورونك. قرب الله تقصي مقوى قصي، شل خريطك بيشلونها عنك قطاع الطرق. لا تقول ما حد قال قصي، والله قوة العفاريت بعد فيه قصي ما بهيه. بطل بطل قصي، قرب الله اللي ما يعرفك. جاي انت؟ شو اسمك الحين انت؟ ماهر. اسمك؟ شو اسم ابوك؟ ها ابو جواد. ابوك ابو جواد، قول لي ما شاء الله. وين كنتوا ساكنين ماهر؟ خال انت جيت علينا. ايه الفريج هذاك. ايه مكان هذاك. ايه ايوه. شوط انت هني؟ ايه. وكل شيء عندكم؟ اكل وشرب ولبس؟ ايه عندنا. الحمد لله، قول الحمد لله. الحمد لله. صلي ماهر، يوم بتصلي ادع حق عمرك، قول يا الله يا رب تفكك حيرتنا وحيرة كل مسلم، والله سبحانه وتعالى بيعافيكم وبيفككم من هالبلوى، قول امين. الله يعافيه. لا حبيبتي هذاك المسؤول، هذاك القصيروني هذا تشوفين ها هذا اللي ها هذا اللي تشوفين هذا القصيروني هذا اللي كتفه كل طرد. الحين شوفي الطرود هاي، طرد فيه رز وتمر وسكر وشاي احمر وشاي شو
ميدالية. ميدالية؟ جزاكم الله خير. شو على الله الشر والبلاء عندكم. هاكل كم تجسمونه؟ كل طرد من هالطرود، كل طرد يسد ما يقارب بين أسبوعين وعشرة أيام تقريبا يعني، وكل من وقف زادوهم. عوائل مغلبية عوائلهم سبعة أنفار، ثمانية سبعة زايد قاصر، يعني حد يسير وحد يجي والدنيا مطرجة. جزاهم الله خير. يارك الله يارك الله يا ابو مساعد يارك الله. ماجور حمادي هذا ما شاء الله على ابني حماد مساعد. يا الله يغرب ابو مساعد. وين طفر الرجال ابو ساكن بالتريل وادل سامان التريل ابو مساعد. ابو مساعد الله الله في راعي التريل ترى بيته ساكن في التريل هاي. يا الله يارك الله انت محروز الله الله فيه. يلا يلا مرحبا بك. تيمل تيمل بارك الله. عمرت وعمرت وعمرت الله يرحمه ان شاء الله حبيبي. هذا طاير لك الرجال محرك موتر مخصوص على سبب خير. يا ربي طول عمركم وعماركم ان شاء الله. والله يعودكم بلاكم ان شاء الله ويعينكم على بلواكم ويغير ان شاء الله من هالحال الى هذا الحال. حال نخير يا رب العالمين. لا ليش حتى يسلمون هنا مؤيم وحرام يعني؟ بس واحد يسوي الدور نظامي كل واحد ياخذ ما حد عالم ولا بعمره شايف شيء. لا تسلم. واعه بارك الله فيك. ايوه هي والله نروح يوعى. استوي لك غوزي. استوي لك غوزي. استوت لك قاضي.